لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من موقع كتابات، ونقرأ من مقالا للكاتب رائد عمر حول القصف الأمريكي وتقييمه في العراق وسوريا. طبعا يقول الكاتب: التصعيد الأمريكي في العراق لا يبدو قابلا للتصاعد وفق استقراءات إعلامية عسكرية لها ما لها من علائق بالأوضاع المتوترة في غزة وإفرازاتها وانعكاساتها الظاهرة والتي لم تظهر بعد، لكن المؤكد بحسب الكاتب أن إعلان أمريكا المسبق عن موعد غاراتها الجوية لا يمكن تفسيره وتفكيكه بأي من الآلات والأدوات السياسية والإعلامية سوى إعطاء الفرصة الذهبية لقيادات الميليشيات الإيرانية لتغيير مقراتها ومكاتبها وأسلحتها. الضربات الجوية الصاروخية التي تستهدف أهدافاً في سوريا والعراق للميليشيات هي ليست حرباً بين دولتين أو جيشين نظاميين، والأمر يختلف كلياً في هذا الشأن. وإعلانها الاستباقي والمسبق عن موعد غاراتها الجوية لا يمكن تفسيره وتفكيكه بأي من الآلات والأدوات السياسية والإعلامية سوى إعطاء الفرصة الذهبية لقيادات الميليشيات لتغيير مقراتها ومكاتبها إلى أخريات مموهة يصعب كشفها واكتشافها حتى من CIA، وأبعد من ذلك إذا ما التجأت تلكم القيادات العليا والوسطية إلى الدولة التي صنعتها وقامت بدعمها وإطعامها وما هو أبعد من ذلك. فإلى ذلك فما قامت وستقوم به القاذفات والمقاتلات الأمريكية من تدمير لأبنية ومقرات وحتى مستودعات ذخائر ومنصات إطلاق مسيرات وصواريخ تخلو من الطائرات والصواريخ اللائي جرى نقلها وتغيير أمكنتها استناداً للتحذير الأمريكي المسبق. فمهما تمكنت الضربات والغارات الجوية القادمة من أي استهداف آخر حتى للأمكنة البديلة المفترضة، فعلى جناح أو أجنحة السرعة فسيعاد ويتكرر إعادة التسليح، وربما بصواريخ أشد من سابقاتها. عن الاقتصاد العراقي نقرأ مقالا للكاتب عمر الحلبوسي في صحيفة الميثاق الوطني بعنوان: ماذا لو باع العراق نفطه بغير الدولار؟ يقول الكاتب: على الذين يعتلون المناصب في العراق أن يبتعدوا عن العواطف والاندفاع بمثل هذه القضايا ولا ينساقون خلف الأجندات الخارجية، لأنها ستجعلهم أثرا بعد عين ويدمر ما بقي من العراق واقتصاده المترنح ويجهز على مستقبل الأجيال. فكروا بمن سبقوكم بهذه الفكرة ماذا حل بهم وببلدانهم. العراق يبيع نفطه لكن لا تسلم له الأموال بشكل مباشر، بل هناك حساب في بنك جي بي مورغان الأمريكي توضع فيها أموال النفط العراقي، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة بتزويد العراق بالدولار بشكل نصف شهري، وهو ما يتيح للولايات المتحدة إمكانية تجميد هذه الأموال. ثاني المخاطر هو فرض حظر على النفط العراقي، خصوصاً وأن العراق بلد اقتصاده ريعي يعتمد على النفط بنسبة 95%، مما يعني انهيار العراق واقتصاده بشكل كامل. ثالث المخاطر رفع الحصانة عن الأموال العراقية وجعلها محل نهب لكل من يدعي الديون على العراق. رابع المخاطر هو إعادة العراق تحت البند السابع. خامس المخاطر منع وصول الدولار إلى العراق، والذي بالأساس يحصل عليه العراق من بيع النفط. سادس المخاطر فرض حظر التجارة على العراق، مما يعني دخول العراق في عزلة تجارية، وهو ما يتسبب بمجاعة فظيعة، خصوصاً وأن العراق لا يمتلك صناعة ولا زراعة. سابع المخاطر حرمان العراق من نظام السويفت، وهو ما يعني انهيار القطاع المصرفي العراقي بشكل كامل.
نشر موقع أويل برايس الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن الدور المتزايد للصين في قطاع النفط في جنوبي العراق مع التركيز على الأصول الرئيسة. قال الموقع في تقريره إن الصين تجاوزت منتصف الطريق في إكمال مشروعها النفطي الحيوي استراتيجياً في مركز الطاقة العراقي الحيوي في الناصرية في قلب بعض أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وعلى مقربة من محطة التصدير الرئيسة في الفاو في محافظة البصرة. وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، أكملت الآن شركة هندسة خطوط أنابيب البترول الصينية أكثر من 55% من أشغال بناء أكبر منشئة لتخزين النفط الخام في البلاد، والتي تقع في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية، وستعمل أيضاً كمركز قيادة لوجستي لجميع مشاريع النفط والغاز الصينية الواسعة في العراق، ولبناء العديد من المشاريع غير النفطية المرتبطة بالاتفاقية الإطارية الشاملة بين العراق والصين. وبغض النظر عن الأهمية الاستراتيجية الهائلة لمنشئة الناصرية الجديدة، ستستفيد الصين من وجودها المعزز بشكل كبير هناك فيما يتعلق بزيادة إمداداتها النفطية من جنوب العراق، مع كون محافظة ذي قار موطناً للعديد من الحقول الضخمة. الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لسنة 2021 تقرر بالإجماع من قبل الجانبين إمكانية توسيع المطار لاحقاً ليصبح مطاراً مدنياً وعسكرياً مزدوج الاستخدام، وسيكون العنصر العسكري قابلاً للاستخدام من قبل الصين دون الاضطرار أولاً إلى التشاور مع أي حكومة عراقية تكون في السلطة في ذلك الوقت. إلى موقع عربي 21 ونقرأ منه مقالاً بعنوان المنافسة الصينية الأمريكية الأوسع في الشرق الأوسط للكاتب حامد أبو العز، حيث يقول: النهج الذي تتبناه الصين في التعامل مع الشرق الأوسط يختلف جوهرياً عن النهج الذي تتبناه الولايات المتحدة، ورغم أن الأخيرة حافظت تاريخياً على وجود عسكري كبير في المنطقة بأكثر من 30 قاعدة عسكرية، وكثيراً ما كانت منخرطة بشكل مباشر في السياسات والصراعات الإقليمية، فإن مشاركة الصين كانت اقتصادية وتكنولوجية في المقام الأول، واستثمرت الصين أكثر من 273 مليار دولار في المنطقة بين عامي 2005 و2022 لتصبح أكبر مستثمر في الشرق الأوسط، ويتم تعزيز هذا التأثير الاقتصادي بشكل أكبر من خلال مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال شبكة من مشاريع البنية التحتية. الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين مثل التوسط في تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية تسلط الضوء على نفوذها المتنامي وجاذبية نهجها في حل الصراعات في المنطقة، وعلى النقيض من الولايات المتحدة التي كان ينظر إليها على أنها تنحاز إلى أحد الجانبين وتنخرط في الصراعات، فإن الصين تقدم نفسها كطرف محايد مهتم بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، ومع ذلك فإن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط لا تقتصر على النفوذ فحسب، بل تنطوي أيضاً على مصالح استراتيجية تتعلق بالهيمنة العالمية. المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط إذن لا تقتصر على النفوذ فحسب، بل تنطوي أيضاً على مصالح استراتيجية تتعلق بالهيمنة العالمية. في الختام، فإن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط متعددة الأوجه، وتشمل الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية. ويجسد مشروع بلو رامان إلى جانب الطريق البري المقترح الذي يربط الهند بإسرائيل وأوروبا استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد، وتعكس هذه التطورات المنافسة العالمية الأوسع بين اثنتين من القوى العظمى في العالم، الأمر الذي لا يؤثر فقط على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بل يؤثر أيضاً على توازن القوى العالمي في مجالات التكنولوجيا
والاقتصاد والمواقع العسكرية الاستراتيجية. من صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالاً بعنوان إيران وأمريكا وحالة اللامواجهة. يقول هذا التقرير: خلاف وعداء لأكثر من 40 عاماً، يبقى المشهد ضبابياً في تفسير حالة الصراع الأمريكي الإيراني. فكلا الطرفين حافظ على حالة اللامواجهة المباشرة، وكل ما هناك مواجهات بالوكالة وضربات لأذرع تتهم بالتبعية لإيران، وضربات أخرى لقواعد أو أهداف أمريكية من قبل ميليشيات أو جماعات مرتبطة عقديا مع إيران، تقابلها ضربات جوية أمريكية للرد على مصادر النيران. فهل سيتحول من حالة لا حرب ولا سلم ولا مواجهة مباشرة إلى حالة المواجهة العسكرية المباشرة بدلا من هجمات الوكلاء؟ رغم أن حالة اللامواجهة هي سائدة في المشهد الإيراني الأمريكي، حتى بعد ضربات الحوثي وجماعات عراقية أخرى ضربت قواعد أمريكية في العراق وحدود الأردن ومقتل جنود أمريكيين، كان المشهد نفسه هو النتيجة النهائية لا مواجهة مباشرة. المخاوف من أن الصراع بالوكالة بين البلدين قد يتحول إلى صراع مباشر تكاد تكون ضئيلة، لأن الطرفين ليسا في حالة تسمح لهما بخوض حرب مباشرة. يمكن معرفة صفارة البداية لها، ولكن لا يعرف متى ستنتهي وكيف ستنتهي في ظل انتخابات أمريكية على الأبواب وحالة مأزومة داخل مراكز صنع القرار في أمريكا، بل وتأزم بين الحكومة المركزية في أمريكا وإحدى أهم وأغنى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ولاية تكساس التي بدأت فيها مظاهر الانفصال والعودة إلى المكسيك أو الاستقلال، في مقابل أزمات في الداخل الإيراني متعددة الأوجه. وبالتالي ليس كلا البلدين أمريكا وإيران في حالة تسمح لهما بالدخول في حلبة مصارعة قد تبتلع الاثنين معا والمنتصر فيها خاسر. ورغم أن العداء كان السمة الغالبة بين أمريكا وإيران، ولكن يبقى إيقاع المناوشات والهجمات مستمرا، والرد عليها يتحكم فيه المايسترو الإيراني والأمريكي، حتى وإن شذ اللحن وعزف بعض العازفين لحنا نشازا خارج نوتة سيمفونية اللامواجهة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، اقتحم 15 مستوطنا إسرائيليا بسلاحهم قطعة أرض في حي الأرمن في البلدة القديمة من القدس يطلق عليها حديقة البقر، مستغلين انشغال العالم بالعدوان على غزة.
وفي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر نفسه أمرت شرطة الاحتلال سكان الحي بإخلاء قطعة الأرض التي يعتصمون فيها رفضاً لمحاولات تهدف إلى الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية، واعتقلت بعضهم. ومنذ ذلك اليوم يواصل ناشطون من الأرمن الاعتصام ضد الاستيلاء على أراضي حيهم. وينتشر حديث عن شبهات بصفقتين سريتين لبيع أو تأجير ما مساحته 11500 متر مربع، أي نحو ربع مساحة حي الأرمن في القدس، مع جهات ظاهرها استثمارية تقف وراءها جمعيات استيطانية. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. سلاح انتخابي جديد يشهره المتنافسين في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024، قضية الهجرة التي أصبحت الأكثر سخونة في النزال الانتخابي، حيث يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق حول حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 110 مليارات دولار تتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، مقابل الاستجابة لمطالب الجمهوريين في زيادة تمويل وإجراءات حماية الحدود. فيما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحالم بتسلم مفاتيح البيت الأبيض مجدداً سياسات منافسه الديمقراطي بايدن بشأن ضعف أمن الحدود، معتبراً مشروع القانون الذي يسعى لإقراره بايدن طريقاً لاستمرار غزو أمريكا من قبل المهاجرين وإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول أخرى. وفي خضم هذه المعركة الانتخابية يبرز حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت متحدياً قرار المحكمة العليا الذي طالب الولاية بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الموجودة على طول الحدود مع المكسيك. فما أزمة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك؟ ولماذا عاد شبح الحرب الأهلية يلوح في أفق العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وولاية تكساس؟ أسئلة سنجيب عليها في قصتنا. أربع ولايات تفصل الولايات المتحدة عن المكسيك على مسافة 3200 كيلومتر، تصل المحيط الأطلسي بالهادئ. مثلت الحدود بين البلدين تحدياً كبيراً بالنسبة لأمريكا بسبب عبور آلاف المهاجرين يومياً، ما دفع ترامب لتوقيع مرسوم ببناء جدار يفصل بين البلدين في يناير كانون الثاني عام 2017 بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، ما أدخل ترامب في تحدي مع الديمقراطيين الذين رفضوا التصويت على تمويل الجدار. خلاف وصل إلى تعطيل المؤسسات الفيدرالية وأجبر ترامب على إعلان حالة الطوارئ الوطنية منتصف فبراير شباط 2019 لتأمين تمويل ب 8 مليارات دولار لبناء الجدار، كما صادق مجلس النواب على توفير 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومتراً من السياج الحدودي، ما مكن ترامب من تشييد قرابة 661 كيلومتر من الجدار من أصل 1187 كيلومتر كان ينوي بناءه قبل أن تنتهي ولايته ويتسلم بايدن إدارة البلاد الذي ألغى تمويل الجدار في فبراير شباط 2021. لكن تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لأمريكا دفع بايدن للتراجع عن أكثر من 20 من القوانين واللوائح الفيدرالية للسماح ببناء حواجز مادية على طول جزء من الحدود قرب ماكالين في جنوب تكساس في أكتوبر تشرين الأول 2023، ما يعد تحولاً جذرياً في إدارة بايدن الديمقراطية التي كانت تعتبر الجدار ليس حلاً سياسياً جدياً. نلقاكم بإذن الله.